باخموت أصبحت في الأسابيع الأخيرة مشبعة برمزية سياسية للجانبين الأوكراني والروسي وفق صحيفة واشنطن بوست، وأوضحت أن السيطرة بالنسبة لروسيا تعني الترويج لنصر هي بأمس الحاجة إليه، لا سيما أن قواتها فشلت بالاستيلاء على مدينة رئيسية منذ الصيف الماضي. أما بالنسبة للأوكرانيين، باخموت تشكل حصنا وأيقونة للمقاومة الخارقة بعدما زارها زيلينسكي أواخر العام الماضي وجعلها ركيزة خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، كما أن نجاح هذا الهجوم المضاد سيظهر استمرار الزخم في ساحة المعركة وبالتالي الاحتفاظ بالدعم المحلي والدولي. غير أن الصحيفة الأمريكية حذرت من استنزاف حصار باخموت للقوات الأوكرانية وأسلحتها وذخيرتها، ما يشل طبعا قدرتها على شن هجوم مضاد منتظر على جبهة أخرى، وأبدت القلق من أن تعرقل تكلفة القتال من أجل باخموت لاستراتيجية أوكرانيا الشاملة لهذا الشتاء أو الربيع المقبل. هذا وحذر خبراء من أي انسحاب تدريجي من باخموت أو سوليدار المجاورة أو ترك الجبهتين بحجة المواقع غير الاستراتيجية نظرا لأهمية هذه المناطق الاقتصادية.